المستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات هنا في هذا الميدان، ميدان الشحنية لسباقات الهدنة العربية الأصيلة. نتواصل مع انطلاقات أشواط الخير والبركة من هنا من هذا الميدان. وفي هذا اليوم وشوطنا 11 ينطلق الخاص للأبكار الحقائق من مسافة 3 كيلومترات، هي المسافة الحاملة فيها الإثارة وروح التحدي هنا في هذا الميدان. تمنياتنا لجميع الأخوان المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ مباشرة مع أول المراكز، نتابع المركز الأول جبارة لفهد بن محمد بن علي بن سوي المري على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني نقلة مباشرة إلى ثاني مراكز هنا الانطلاق والتحدي في هذا الشوط. أتابع المركز الثاني في هذه اللحظة الانطلاقة من مشهورة لشبيب بن محمد بن عمير النعيم، يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث نقلة مباشرة إلى ثالث المراكز هنا الانطلاق والتحدي في هذا الشوط. شخصية لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري، شعار برنس المضمرين، يتواجد على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع نقلة مباشرة إلى رابع المراكز الحاكمة لعبد الله بن سالم بن عبد الله الهاجري على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس ناخذ اللي وصلت واحتلت المركز الخامس في هذه اللحظات والانطلاقة مشاهدينا الكرام. هنا الانطلاق والتحدي من عرقة لخالد بن محمد بن عبد الله العطية، يقدم عرقة على مستوى المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة إلى الصدارة. شعار أيضا مميز ينطلق في هذا التحدي الكبير، جبارة لفهد بن محمد بن علي المري، يقدم جبارة على الصدارة على المركز الأول. بن سوير أيضا يتواجد، بن سويري أيضا يتواجد في هذا الانطلاق المميز في هذا التحدي الكبير، آخذ المركز الثاني. هنا مشهورة تريد الشهرة مع أبو محمد شبيب بن محمد النعيم، يقدم مشهورة على ثاني مراكز. المركز الثالث برنس المضمرين هنا يتواجد وينطلق مع مشاهدين الكرام في هذه الشخصية، فهد بن محمد بن طالب العقيل النابت المري، ولكن الاسم الجديد اللي ينضم الى الكوكب الخماسيه. وانا متابعينا الكرام، شرف لغانب الناصر بن حمد الفيد المري، ايضا ينطلق مع رابع المراكز. المركز الخامس متابعينا الكرام هنا الحاكم لعبد الله بن سالم بن عبد الله الهاجري. اذا متابعينا الكرام، هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى ونداءنا الثاني، وهناك اسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الاذاعه، نترقب دخولها مع الامتار الأخيرة. ولكن نعود مشاهدينا الكرام مع التحدي الأول، شعار شبيب محمد النعيمي مع الانطلاق الأول والتحدي الأول مع مشهورة شبيب محمد الرمزان النعيمي، يقدم مشهورة ولكن أتابع اللي تسللت وانتقلت نقلة ممتازة إلى أول المراكز. هنا شرف لغانب الناصر بن حمد الفهيد المري أيضا ينطلق، وبرنس المضمرين يا سلام يتسلل إلى المركز الأول. متابعين الكرام، هنا الانطلاق من شخصية لفهد بن محمد بن طالب العقيل المري، ولكن يا سلام أتابع القادم في هذه اللحظات والانطلاقة مشاهدينا الكرام من العنود لفهد بن ناصر بن فهد الزبدان المري، ينطلق مع العنود على ثاني مراكز. المركز الثالث شعار الجربوعي اهدب بن سعيد بن علي الجربوعي المري، قادم مع الذيبة على ثالث المراكز، ولكن اعود مع برنس المضمرين من ينطلق مع ال 500 متر الاخيره. شعار برنس المضمرين مع شخصيه، ولكن يا سلام يا سلام، الذيبه قادمه، الذيبه الذيبه الذيبه، وحذاري من الذيبه ايضا من الاسماء الخطيره. اهدي بن سعيد بن علي الجربوعي المري غير على الصداره، غير مع الذيبه، يا سلام ذيبه يا ذيبه يا سلام، وسيده الموقف في هذه اللحظات. تنطلق اهدي بن سعيد بن علي الجربوع المري مع الذيبة مع الأمتار الأخيرة مع الميتين متر الأخيرة. هنا تنطلق الذيبة، الذيبة والنقطة الثانية يبحث عنها هذا الشعار. اهدي بن سعيد بن علي الجربوع المري ينطلق مع الذيبة، الذيبة وسيدة الموقف حتى هذه اللحظة. تهانينا تهانينا والناموس لمالك الذيبة على فوز الذيبة بالمركز الأول أول. وتحقيق ناموس هذا الشوط الهدي بن سعيد بن علي الجربوعي المري. المركز الثاني كان الوصول من شخصية لفهد بن محمد بن طالب عقيل المري. المركز الثالث العنود لفهد بن ناصر بن فهد الزبدان المري، بينما المركز الرابع
رابع المراكز مهمة لفهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي، المري المركز الخامس، الجزيرة لسالة بن محمد بن طالب بن عقيل المري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك الذيبة وتسجيل نقطة هنا في هذا الميدان، والنقطة الثانية لهذا الشعار هدي بن سعيد بن علي الجربوع المري. هذه الذيبة من فازت مع الأمتار الأخيرة وتهدي مالكها ومضمرها هديب بن سعيد بن علي الجربوع المري ناموس هذا الشوط. هذه الذيبة على قناة الريان، كما تتابعون الذيبة لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار، والتوقيت الزمني 4:36 82 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من شخصية وتوقيت شخصية 6:39 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شخصية من حلت على ثاني مراكز. العنود حلت في ثالث المراكز. المركز الثاني مالك شخصية فهد بن محمد بن طالب عقيل المري. المركز الثالث كان الوصول من العنود، وتوقيت العنود 4:42 94 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمالك العنود فهيد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري على فوز العنود بالمركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الاخوان الفائزين.